ماما شنو كديري هنا؟ سيري ديري لي الطارطه اللي قلت لك. يا قلت لي عاودي لي السهر ما كتصونيش في الليل. ولكن سي معنا وانا كنقول لك ديري لي الطارطه وما درتيش ليا. ايوا نودي انت عاونيني. ياك سيريتي الحفاضه على بالك. لا ولكن صافي سالي حتى بغيت نحفظ. ايوا المهم نمشي لا درتي عاونيني هالساعه هذا. انا صوبت لك راه غادي تصوم. انا نرتاح. السلام عليكم اصدقائي كي دايرين لاباس عليكم؟ اليوم غادي ندير مقلب في بنتي مع عمرها ما غادي تنسى. مقابلاني هذه يومين وهي مقابلاني نوضي ديري لي واحد الطرطه، واحد الطرطه عزيزه عليا بزاف لان هي عزيزه عليا الحلاوه وانا عرفت تندير ريجيم وداك الشيء ما بغاش نغلط تنقص من دوك الحلاوه كامله وتنقص من دوك الطرطات. واليوم غادي نوضها بزز غادي تعاوني في الطرطه نشوف شنو غادي دير الطرطه اللي عزيزه عليها. اليوم المقلب غادي يكون رائع، انتم غادي تشوفوا معايا كيفاش. يلا معايا شوفوا المقلب اللي غادي ندير ليه. انتم غنقول لها تشرحت من صبعي. اي 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 وا صوفيا تجرحت من صبعي يا صاحبتي تجرحت وشتي قلت لك ما بيعاونيني ما بغيتيش. يلا اجي جيبي لي المقص جيبي لي المقص. بارك ماما مالك هاكا ويلي هاتي تتشوفي ها انت بغيت نوجد وانا نجرح من صبعي. واه انت شوفي ها انت تعرف ندور عليها. اه صاحبتي يا شفتي قلت لك عاونيني ما بغيتيش. وراني بغيت ترتاحي من حفظتي. ايوا بغيتي ترتاحي من حفظتك ها انت قطعي قطعي طيب. شفتي دوك خاصني لي قوات ما عرفتي واش مكاينين؟ لا ايوا هادشي غادي نبدا ندير ديك الطرطه وغادي تبدا تقطر عليا صافي انا غادي نعاونك انت غتعاونيني. يلا نمشي. اش كديري يا صوفيا؟ كنخسري باش نعاونك. يلا سربي باش تعاودي ليا بعدا كي مع سميتو اش تيقولوا ليه. عاودي ليا غير هاد عاودي ليا المول طاوة دهنيه. يلا جيبي ليا معاك شي لي قوا واخا واخا هيا اللي هو ماما. يلا المهم انتي قطعي شويه ديال الزبده من لي وديريه وانا غادي نركب هاد لي بوا ما عرفتيش. لا 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 راني ما غاديش ندهن لا تنقص ما تقدر. ولا صوفيا وانا انا ما نقدرش ندهن بهادو ثلاثه ديال السبعه. لا راني ما كيعجبنيش انا ما كناكلوش. لا 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 واخا ما كتاكليش ما حنا دابا قلنا لك كليها صاحبتي انتي غير غير دهني هنايا وصافي. لا 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 يلا 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 لا واخا لا ايوا ما هو اللي لاشتني ريا صوفيا انت انا غنقطع لك واخا ما كيعجبكش انت جربي وانت غتولي مع عاود ديري الكيكات اللي كتعجبك بوحدك صافي راه كان بنيتات كيديروا ها انت شوفي ها انت ها شفتي انا غنوريك انايا انا دائما كندير كلشي انت دابا صافي راه كبرتي غير الريحه راني ما كيعجبنيش ما تشميهاش انت دهنيها وصافي يلا يلا دهني انا قطعت لك انا مسح وغنركب لي هو انا باش نقشر التفاح وداكشي دهنيها فوق طيب شويه لا تطيحي كلشي واخا ما تيعجبكش يلا يلا دهن دهن كيفاش انا عرفتي انا امي كيفاش علمتني علمتني كيفاش علمتني علمتني الشغل. شوفي هذا ما بغاش يدار ليا في اللي كوكا يلا خصني نقص من هاد القطه نغليت اي ده مزيانه ده كلشي جناب وكلشي شي خايب ما تضحكيش صافي خلينا من خايب الماكله راه ما كنقولوش عليها خايب راسك ولكن ما كيعجبنيش وسير اللي غيولي يعجبك هو ملي غادي تولي انت هي الطيبه ولا مرات انا شكون غادي يطيب نشدو الخدامه يلا دهني دهني انت قربتي دهن كلشي دهن الجناب دهن كلشي المو يلا كاع كتلصق ايوا راه هذاك الشيء على سميت الزبده باش تلصق يلا الله يرضي عليك يلا صافي ساليتي ساليت يلا دهنتي يا صافي كلها وري نشوف دهنتي وري المشاهدين هانتوما دهنت الزبده يوم على شو دارت لك دابا ولكن ما عجبتنيش ايوا واخا ما كتعجبكش الزبده اول مره ما دهنتها اول مره دهني هو ثاني مره وثالث مره ورابع مره لا تقطعت لنا اللي هو المقادير ديالنا شنو غنديروا فيهم غادي نديروا اربعه تفاحات اربعه ديال التفاحات باقي يدك فيهم الزبده مسحتو يلا المهم المهم غادي تمسحيهم شوفي اللي قوه ديالي انا غنخدم بها الحلب عندنا اربعه ديال التفاحات غادي نقشرهم يلا نمشيو نقشرهم بهاد اللي قوه كنقطعها هي اللي كاينه ما عندناش وحده المهم انا غادي نعاونك نقشر معاك التفاح يلا جوجات هما اللي غنقشرهم وجوجات ما غاديش نقشرهم يلا قطعنا التفاح ديالنا هذا قطعناه طولي واو
هكذا على هذا الشكل هذا، وهذا قطعناه هكذا طريفات، غادي نعصروا عليه الحامض ونخليه يستريح. اح 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 شحال دارني صبعي وانا باللي هو مقطع وكلشي وانت ما بقيتش في الكاع. يلا قولي لكم وقيت ما نعاونك ياك. واي واي يلا سير الله يلا صافي يلا غنغطيو هذا دابا غنغطيو زيدوا بالوصف. بسم الله على بركه الله. شحال عندنا صوفيا هنا؟ 5 بيضات. عندنا 5 ديال البيضات غادي نهرسوهم هنا يوم الاولين. شوفوا البيضات ديالنا مزيان. تي اللي دير البيضات؟ انا اللي ندير البيضات تدير البيضات؟ لا. دابا غادي نزيدو 150 غرام من السكر. غنزيدو 150 غرام ديال السكر حبيبي. المهم نتفاو هذا راه صدعتنا. وغادي نزيدو ساشيه ديال السكر باني 8 غرام. نرد هذا البلاصه ديالو وغادي نخلطو كلشي تيولي لينا الخليط. الخليط ديالك نزيدو 150 غرام نص زيت نص الزبدة. نص زيت ونص زبدة هكذا. دابا غادي نزيدو نص كاس كاس ديال الحليب ديال الحليب دافي. دقيق على حسب الخليط، على حسب البيض، على حسب كلشي المقادير اللي كاينين. انا هنايا درت في هذه الزلافه ديالي 280 غرام ديال الدقيق، وغادي نشوف واش غادي تكفني ولا ما غاديش تكفني. انا ندير ديريها بالمعلقه بشويه. هنايا انا درت 300 غرام من الدخير. 300 غرام من الدقيق قالت لكم صوفيا. هنايا انا درت 300 غرام من الدقيق، زدت واحد 20 غرام باش يولي لي الخليط بحال هكذا. مازال ما درتش الخماره. نزيد الخماره ديال 15 غرام. عندي هنا خماره ديال الحلوى ديال 15 غرام، واللي ما عندوش خماره ديال 15 غرام يدير جوجات 8 8 ولا 7 7 ما عرفتش انا كيفاش. المهم انا هنايا كنشري هذه عندها فيها 15 غرام، وغادي بلا ما نخلط بلا ما نخلطها بلا ما نشعل الطراب الكهربائي، غادي نخلطها غير بحال هكا حتى تنسجم وتجمع ونزيد عليها التفاح. ودابا غادي نزيد تفاحه ونص اللي قشرت انا وصوفيا، غادي نقطع لهم هكذا طريفات صغار غادي نزيدهم هنايا، وخلينا جوج تفاحات ونص اللي غادي نفرشهم للطرطه غنزيدهم نخلطهم عليهم هكذا مع الخليط. ودابا هنايا عندنا 180 غرام ديال السكر كراميل اللي انا مصوبه ودايره، راني حاطاه معكم في القناه. غادي نسرحو في المول. انا خليني على الدهنه. هانتي دهنيه. نسرحو في المول كامل وعاد غادي نحط عليه التفاح. هاتي 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 خويا نفرغو بعدا كاينه كله كندهن. المهم خصني نفرغ كله ديك 180 غرام كامله ديال الكراميل. نتوما تقدروا ديروه في مول ديال مول ديال الحديد وتقدروا تذوبوه فيه. انا مع درت مول ديال السيليكون هكذا. علاش انا يا هاكي يا صفيه هاري هادي حيد لي هادي اللي لصق في معلقه. يلا هاكي دهني. غادي ندهن دهن 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 الصقعه دهن الطول طاح. اي هادي طاح لي. يلا دهن. اي شويه عندك تقلعي داك. لا غادي نغطي هاديك الزبده. غتغطي هاديك الزبده كامله اللي دهنتي. يلا هارا نساعدك انا واحد شويه. هاري انتي شفتي صبعي هو دارني وانتي ما تعرفيش تصوبي. المهم ها هو غادي تعلمي مره اخرى. انتي اللي غادي تصوبيها الطرطه اللي انتي عزيزه عليك وكتعجبك انتي غتصوبيها بوحدك. واخا واخا. المهم هذا هو التفاح ديالي اللي درته في الحامض هكذا. غادي نقادو واحد فوق واحد على هذا الشكل هذا. تنعمر المول كامل الدوره كامله فوق الكراميل هذا. غادي نصب عليه الطرطه ديالنا. وانا اليوم راني حقاش دارني صبعي راكم نتوما عارفين. درت هاد اللي هو هادي تقطعات لي هي اللي عندي. باقي دارك باقي دارني مي.
المهم تنكملوا هكذا وغادي نرجع. ودابا شنو درنا؟ درنا التفاح في المول ديالنا، درنا التفاح في المول ديالنا، قادينا على هذا الشكل هذا، ودابا غادي نفرغوا عليه الكيك ديالنا ونديروا يطيب. ونديروا يطيب، خلاتها بنتي نديروا يطيب على الفران سخون على 180، نفرغوا هكذا نسرحوه بشويه خمر. دابا ما جيت نقاد التفاح حتى خمر هكذا، غادي نقادو ونوازنو كامل فوق سميتو الخليط ديالنا، ربي ما يزيدش يخرج لينا من هاد المول هذا. تنشوف فيه المول عامر تلفون، ما بقاش لي فين غادي يطلع. ايوا ولكن المهم كيما جا غادي نتقاسمو معاكم، هذا هو اللي عزيز على بنتي كتحمق عليه. قلنا راه نتقاسمو معاكم الطرطه مزيانه مزيانه، هاد الطرطه قالت لك مزيانه مزيانه، قولي هاد الطرطه مزيانه وجربوها، هاد الطرطه مزيانه وجربوها، وسميوها وسميوها صوفيا، طرطه تفاح صوفيا، وسميوها طرطه تفاح صوفيا، هذاك نساو لا تساو باش يجيكم احسن طرطه، قالت لك باش يجيكم احسن طرطه. دابا غادي نقادوها هكذا، يا ربي جيبنا في الصواب، وندخلوها الفران سخون على 180 ونرجعوا معكم. المهم الطرطه ديالنا ها هي خرجت اش غنقول لكم، مديده وزوينه وفنه فنه. غادي نتقاسمها معكم ونقربها حتى لعندكم، كتبان من بعيد قهويه ولكن راه ما محروقه ما والو لانها فيها الكراميل، خاصني نقربها من عندكم لان حنا كنشجلوه مع المغرب، وعندها الريحه زوينه، عندها الريحه زوينه. ودابا حق الصبعي اللي هو كان تقطع ليا، غادي دابا نوري لصوفيا لان مسكينه اول مره كدهن الزبده، ما كتحملش الزبده لا في الماكله لا في الريحه لا ما تقيساش بيدها، ما كنحملهاش. المهم دابا هو صبعي راه حقاش شفتو بحال ملي غسلت فيه الماء على الوايبره، ها انت شوفي هاو درت لي دهن الزبده اللي هي ما كتعجبهاش. المهم هو ولكن المهم اول مره ماشي مهم. اول مره المهم ماشي مشكل، يلا صافي نصحابك ما عطيتش شنو غادي ديري. ايوا صافي غادي ندير هادشي تدي تدي بلاتي نقربو عندهم نشوفو، غادي نقطعو وتشوفو كيفاش داير، غادي نقربها حتى لعندكم شوفو كي جات. طلع عليا انت شوف كي جات، جات زوينه رائعه، جات كتشهي. نقربها لكم بحال هكا، ما بغيتش ندور الكاميرا حتى تشوفوها باش تشوفوها شوف كي جات، جات فنه. نتمنى تعجبكم هذه، راه الطريقه هذه ديالي ديال التفاح انتم غتشوفوا. دابا غادي نقطعها وغادي ندير عليها القرفه، لان كتجي مع القرفه تجي زوينه بزاف. ما تنساوش ملي ديروا الطرطه ديروا لها سميه الطرطه تاع صوفيا، يلا ما تنساوش ديروا الطرطه ديال صوفيا، غادي تجيكم لذيذه، غادي تجيكم. دابا غادي نقطعوا الطرطه ديالنا معاكم وغنوريكم الطريقه ديالها، وهاد القرعه اللي انا ما وريتكمش من قبيله هذه ها هي اللي كاينه حداها، راه هي القرفه، راه انا كدير مع القرفه تجي زوينه بزاف وكتجي لذيذه بزاف، انتم غادي تشوفوا. المهم مع فوق الطبله كدور، خصني نشدها هكا بيدي نقطعها معكم، وغادي تشوفوا كيفاش كتجي، كتجي روعه شهوه منها، وعندها ريحه لذيذه، عندها ريحه لذيذه وهي لذيذه وكلشي لذيذ. هيا غادي نزال نشوفوا معكم نقرب عليكم تشوفوا كيفاش كتجي، باش تجيكم لذيذه اكثر ديروا عليها القرفه هكذا، كتجي لذيذه اكثر اكثر من 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 اروع، اكثر من اروع كما كنقول لكم، تجي رائعه لذيذه بزاف. جربوا الطريقه ديالي وتشوفوا كيفاش كتجي. نتمنى تعجبكم الطرطه ديالي اليوم، شوفي جات معسله رائعه شهوه منها.